إلى أن اختنقت بعبرتها متراج. الله الذي تحث الرشايب وما تقول برحمهم لجل أنهم غرايب عتبي على سبع الذئب النجف غايب لو شافني بحسين ما يرضى علي. اي حبيبي لو شافني بحسين ما يرضى علي وويله. هذه نعوة ونعوة ثانية. وين الروح؟ قال لما نظرت إلى رأس الحسين في الشام اختنقت بعبرتها وقد اتكى عليه ينكت ثنايا بمخصرة جامت لو جيب روحها زينب حزينة تنادي عسى الشام جينا يا حسين والله سفرة القشرة علينا بيني وبينك يا حبيبي فرق الباب بيني وبينك يا وويلا خويا الهضم والضمن بعدك علانا وبي الشام يا ابن ام شبعت ضيمه ومهانه ارفع عصاتك يا الذي تكسر اسنانه عن ثغر خي ذبت قلوب النساوي وويلا. لا ان رجعت الى المدينه نادت مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسرات والأحزان جينا خرجنا من كبل أهلين جمعا رجعنا لا رجال ولا بنينا يا دار يوم اللي طلعنا شلون ممشى وحسين واخوانه اليوث الغاب وياي والامور من عباس مش الضعا بهداء بهبة طلعنا والعشيرة شمال ويمين بهبة طلعنا وبالهضم جيناك يا داء راحت مشايخنا وصفينا بولية أشرار يا دار ما غير الحرم وأطفال الصغار عندك تلوجه
يسألها ليك وين أوالي أوالي يا دار خليناه برضو الطف عريان ما لهم واري والكريم برأس الأسنان قوة مشينا والتسوق الضعن عدوان والضعن ما غير العليل ويا النساوي وتالي رجعنا الكربلة وشفناه مدفون وعد قبر أخوي حسين هيدنا بالضعون دابت على قبره قلوب عمية عيون لو ردت فصيل هالمصايب وين يوين هناك يسألها محمد حتى نوصل إلى التوفية وياك يا زينب هالخبر لك شار تراه ونحل عظامي صدق في مجلس الخمار دشيت بلا محامي قالت نعم يا محمد وراس حسين قدامي دخلت بعيلتك لها وحز الحبل بمتوني تنيرات بأهلها وتنتظر بس المنية زينب يا الموت ما أقدر أتكلم خذني وريحني من الهام لو كان حزني على يا لملم كان انخسف منه وتهدم حزني على اللي في محرام مذبوح والمنحر يصب دم يا الموت يعني كانها أمير المؤمنين اليوم قال ألا أيها الموت الذي لست تاركي أرحني يا الموت ما أقدر أتكلم خذني وريحني من الهام لو كان حزني علي لملم كان انخسف منه وتهدم أويلا خل عيونك على ضريح الحسين بس ها كان انخسف منه وتهدم حزني على اللي في محرم مذبوح والمنحر يصب دم يا علي يا الموت ما ينوصف همي طول العمر لدموع تهمي قول يا زينب
قالت وش كثر مشتاقة إلى أمي واللي فجعني ونحل جسمي كل ساعة هتصور ابن أمي طايح فوق الوجه مرمي بعد يا زينب قالت يا الموت قلبي كله صدوح شفت العليل لوج موجوع وشفت اليتامى تصب لدموع يشكون لي العطش والجوع ناديتهم والقلب موجوع عباس راح وما له رجوع إلى أن عرق جبينها سكن أنينها بأبي وأمي وهي لاهجة بذكر الحسين حسين حسين شيعة وفاضت روحها الشريفة طارت نفسها إلى السماء أو إلى عالم الأرواح التقت بالنبي يا جدي مات ما حد وقف دونه ولا نغار غمض له عيونه أن التقت بأمير المؤمنين صاحت يا راعي المرجل حرنا بصفاتك كاشف الشدة شلون ذاك اليوم فاتك ما جيت يا أبويا كشفت شدة بناتك بعد ثلاثة أشباح الخمسة ويلي التقت بأمها الزهرة صاحت طلعتي الولي ودورت بعد الحسن تلاقت بالحسن شعدها من شكوى إلى الحسن قالت بقيت محيرة واصفج باليدين لا عباس يبرالي أخير شيء خلصنا الله يعودنا التقت بالحسين ما أدري عاد أنا شلون تلاقت بالحسين قال الشعير ما أقدر أوصف يا أمس المين يوم اللي زينب شافت حسين شافت حسين لأن بلا راس وبلا يدين صاحت وهي تلطم باليدين على حسين وحزني وقبل الوصي
قبل المنية تزفرت مغبونة، أوصت وصية وقالت المحزونة ليكون ما تنبو علي تخلونا. تنسوا كربلا يا شيعة، في هالأحب روسهم مقطوعة، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم، وثبتنا على ولاية أمير المؤمنين، واجعل مستقبل أيامنا خيرا من ماضيها، وفرج عنا بحقهم يا أرحم الراحمين. أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء. فرج اللهم عنا وعن المؤمنين، لا سيما من دعوناك لها، اشفها اللهم بشفائك، وداوها بدوائك، وعافها من بلائك يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله. والفاتحة قبلها صلوات.